الطبقة السياسية اللي كنت أحكي عليها بين خلاف كبير حول نقطة مهمة مفصلية هي مسألة عودة البرلمان. خليني نحصل أكثر، ثم في المبادرة الديمقراطية طالبت في الخمس نقاط في بيانكم التأسيسي، وانتم كمحامون من أجل الدفاع من أجل حقوق الحريات جزء من هذه المبادرة، دعوتم إلى إعادة البرلمان. البرلمان هذا اللي هو في صورة التوانسة وفي ذهنية التوانسة هو مدار عبث سياسي وسبب من أسباب الأزمة السياسية اللي أوصلتنا إلى انقلاب 25 جويلية. تعتبر أن البرلمان اليوم بعد 6 شهور تقريبا من فض غبار المعركة اللي احنا في وسطها اليوم قادرين أن نجدد طلب بإعادة هذا البرلمان بصيغته اللي كانت عليه من أجل صيغة سياسية أو حل سياسي للأزمة اللي نعيش فيها؟ هو مش حل سياسي، راهو البرلمان احنا نتفهم الصورة هذيك اللي وليت عند التونسي على البرلمان، تفهموها لأنه نعرفوا اللي تعدى على التوانسة والناس اللي خدمت خدمة بروفيسيونيل بالوقت وبالإعلام، أكل البروباغاند والمتركاج اللي صار يخلي كان في ذهن التونسي الصورة متاع الصراخ والعنف والتسابق والكاسك. البرلمان حتى وقت اللي نقول وإحنا يرجع البرلمان، هو مش بش يرجع البرلمان بطريقة العادية، هو مجرد مقترح محاولة لإيجاد نقطة ترجعنا إلى المسار الدستوري. راهو هذا الإشكال، راهو هذايا الكل بش يتعدى، وإحنا بش يتعدى 10 و20 و30 سنة وبش نموتوا الكلنا. هالسابقة هذايا اللي تصير كي تبدأ سابقة تخرجك من المسارات الديمقراطية جملة، تخليك تخاف انه تتكرر تعاود مرة اخرى. شنو الضامن انه انت تقول ما تجيش فوضى وتجي تدابير استثنائية اخرى ويقول لك خطر داهم وعاود ونوليه بلاد انقلابات؟ احنا توا اصرارنا على الرجوع ليس تمسكا والا لان نحبوه البرلمان كما شكله هذيك ولا الصورة الرديئة، ولا ان ليه احنا راهو تمسكنا به هو تمسك في الأصل بك الشرعية نتاع المؤسسة هذيك اللي التوانسة اختاروها. فلذا الرجوع حتى في المقترح في المبادرة، الرجوع هو مؤقت جدا والدور يكتفي فقط لتنظيم الانتخابات لتنقيح قانون الانتخابي، يعني باش تصير تحت سقف الأدنى الدستوري والشرعي توافقات، يعني كيما الحوار اللي بيجي ما بين الناس يقولوا شوف باش نخرجوا من المرحله هذه لازمنا باش نبدلوا القانون الانتخابي، لازمنا باش نعملوا المؤسسه الفلانيه، لازمنا باش هذيك هيئه الانتخابات باش يصير انتخاب الناس اللي باش تتجدد عضويتهم. معناها تتخدم المؤسسات والقوانين التي ستهيئ قانونيا لبناء المرحلة المقبلة والانتخابات المقبلة والرجوع إلى المسار الديمقراطي. فهمت المشكلة وين؟ إذا احنا ما نسمحوش برجوع البرلمان حتى 6 أشهر بخريطة طريق محددة وبأعمال محددة، هما مش باش يخدموا في سيرورة عادية ولا في معناها مرحلة نيابية طبيعية، لا استثنائيا باش يقوموا بأعمال محددة سابقا للمرور، يعني هي ترانزيتوار باش نتعديه ونخرجوا. بما انه احنا الانقلاب خرجنا من مسارنا الديمقراطي الشرعي، اعطينا كيفاش نلقاو طريقه قانونيه دستوريه نعاودوا نكملوا بها المسار نتاعنا. غادي الاشكال راو صحيح الناس توا تقول لك انا شي يهمني فيهم فصول وقانون ودستور الفايده واقعيا، ليه راو إذا تخرج من الدولة تخرج من مؤسساتها القانونية وتولي ما عادش دولة قانون، ما عندهاش دستور، ما عندهاش برلمان، وتجي مجموعة من الأشخاص وحدها وتقرر بطريقة، راهو السابقة هذية السوابق هذية راهي هي اللي تساهم في هدم المسارات وفي هدم بلدان وتخلي ما فماش ضمانات للاستقرار. احنا توا تمسكنا توا بالدستور وتمسكنا بالبرلمان كمؤسسة شرعية
تمسكنا بالمسار السابق الديمقراطي مع كل تعثراته، هو راه الكل ضمانا لاستمرارية دولة القانون. نعم، ما نمشيوش للفوضى.